ينضم لنا عبر الزوم من رام الله الدكتور خليل ابو كرش الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجيه. اهلا بحضرتك معنا في مصر جديده، وبدايه كيف هو الوضع اليوم؟ تحياتي لكم ولكل الجمهور والمتابعين. يعني واضح ان اسرائيل تستمر في عدوانها على قطاع غزه، وواضح ان اسرائيل يعني لا تأبه لأي شيء، لكل المواثيق والاعتبارات الدولية. إسرائيل تقتل، عمليات القصف والتدمير وقتل المدنيين مستمرة، لا زالت إسرائيل مصرة على استمرار حمام الدم، وهي يعني تستمر في ارتكاب هذه الجريمة بالمنطقة التي قالت عنها أنها هي آخر منطقة يمكن للمدنيين اللجوء لها. وبالتالي عمليا نحن أمام احتلال كامل لكل قطاع غزة من الشمال حتى مدينة رفح، ونتيجة هذا الاحتلال يعني تعمل إسرائيل الآن على تقليص المساعدات التي تدخل إلى المدنيين وإلى المواطنين في قطاع غزة. يستمر نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة، وتدير ظهرها بشكل كامل وواضح لإمكانية إحداث صفقة توقف هذه الحرب. نعم، يعني كان الحديث بالأمس عن أنه اجتياح محدود، واليوم الحديث على أنه اجتياح كبير. يعني هل عملية اجتياح رفح حاليا خرجت من كونها عملية محدودة وبقى الموضوع هجوم شامل؟ يعني الدعاية الإسرائيلية تقول أن هذا هجوم محدود وأنها عملية محدودة. عمليا لا يمكن التنبؤ ولا يمكن القول أن هذه العملية محدودة. السبب في ذلك يعود إلى مجموعة الأهداف التي رفعتها إسرائيل. هي قالت وبشكل واضح أن لا يوجد نصر بدون الهجوم على رفح، وبدون الهجوم على رفح سيبقى الوجود اليهودي مهدد. وعند ترجمة هذه المقولات، عند ترجمة هذا الفعل الإسرائيلي، عمليا هناك عدة أهداف لهذه العملية. أولا، هي تحاول من خلال هذه العملية ممارسة مزيد من الضغط على حماس لتحسين شروط الوصول إلى صفقة، ومحاولة أيضا إحداث وقائع وحقائق على الأرض ستفاوض عليها إسرائيل لاحقا. بمعنى أن إسرائيل الآن التي تحتل معبر رفح، تحتل محور فيلادلفيا، بدأت تتقدم أكثر وأكثر نحو المناطق المدنية. عند الذهاب إلى المفاوضات أو عند الذهاب إلى صفقة ستقول أو ستطلب ثمن لذلك. هذا أحد الأهداف. الأهداف الأخرى، يعني تحاول إسرائيل الترويج أن هذه المنطقة هي منطقة تهريب، وأن السلاح يأتي إلى حماس من هذه المنطقة، وبالتالي نحن نحتل هذه المنطقة لمنع هذا التهريب ولمنع تعاظم قدرات حماس العسكرية. كذلك هناك رسالة واضحة، عندما تحتل إسرائيل معبر رفح هي تقول أن سلطات حماس وسلطة حماس بدأت تتقوى، وهذا جزء من الأهداف التي رفعتها إسرائيل منذ بداية الحرب. نعم. من الناحية الفعلية لا يمكن القول أن هذه العملية ستبقى محدودة. هناك سيناريو المفاجأة الذي قد يحدث في أي لحظة، وتخرج الأمور عن السيطرة وتتوكل إسرائيل أكثر وأكثر نحو مدينة رفح ونحو المدنيين. نعم، يعني اليوم واشنطن تلوح بعقوبات ضد الجنائية الدولية حال قررت اعتقال مسؤولين إسرائيليين، كيف تعلق لنا على ذلك؟ يعني هذا الموضوع مهم وفي غاية الأهمية، وهذا الموضوع يقود مضاجع السياسيين في إسرائيل، وتحديدا رئيس الحكومة ووزير الجيش وبعض المسؤولين السياسيين والعسكريين. هم هناك خشية حقيقية في إسرائيل من هذا الموضوع، وهناك خوف حقيقي من أن يصبحوا قادة إسرائيل مطاردين للجنايات الدولية ولغيرها من المحاكم. الممارسة الأمريكية هي تقول بشكل واضح أن أمريكا منخرطة تماما مع إسرائيل، وأن أمريكا توفر مجموعة من طبقات الحماية لإسرائيل. إحدى هذه طبقات الحماية على مستوى المنظمات الدولية وعلى مستوى الملاحقة الدولية. من نقطة أخرى، هناك أيضا ما يمكن القول أن إسرائيل، يعني من الحمايات التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل، التسليح وشاحنات الأسلحة، كذلك الحماية على مستوى العالم وعلى مستوى مجلس الأمن. هذا جزء من الحماية التي توفرها الولايات المتحدة. أيضا هناك تشارك في الرؤية ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل فيما يتعلق بهذه الحرب. الاختلاف ليس اختلافا جوهريا، الاختلاف شكليا مرتبط بطريقة تحقيق هذه الحرب وبطريقة التحقيق والوصول إلى أهداف هذه الحرب.
نعم، امبارح كان في تصريح من المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قالت إنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بأن معبر أبو سالم سيعاد فتحه اليوم الأربعاء. كرم أبو سالم، هل تم فتحه فعلا؟ يعني في هذه الأثناء هناك اجتماع لمجلس الحرب والكابينت في إسرائيل. إسرائيل تناور في كل شيء، وإسرائيل تريد ثمنا لكل شيء. أنا بتقديري أن هذا المعبر سواء فتح أو لم يفتح، حتى لو كان هذا المعبر فاتح، الذي يتحكم في عملية دخول الشاحنات أو خروجها هي إسرائيل. يمكن أن تفتح إسرائيل المعبر، ولكن يمكن أن لا تسمح للشاحنات الغذائية والمواد الإغاثية بالدخول. هذا يعني لعبة إسرائيلية تقليدية، ودائما ما تقول إسرائيل أنها ستفتح هذه المعابر، دائما ما ستقول إسرائيل أنها ملتزمة، عمليا هي تستعمل سلاح التجويع ضد الفلسطينيين وضد المدنيين في قطاع غزة. نعم، الأرقام التي تأتي من قطاع غزة وفقا للمنظمات الدولية ما يزيد عن 20 طفل فلسطيني ماتوا نتيجة الجوع، بمعنى أنه لم تتوفر لهم المواد الأساسية والغذائية فمات هؤلاء الأطفال. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من رام الله عبر الزوم. كنت معنا الدكتور خليل أبو كرش، الباحث في المركز المصري الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية، وينضم لنا من رام الله الدكتور محمد المصري، نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية سابقا.